نمشي لقليبيا نلقى البطاطا ب 1200، يجي لنا نلقاها ب 2000 ب 2200 في العوينه، كل حد يبيع معناها اوردرس وغالي. وهذا شكون اللي مغلاه؟ هما لي سيركوي، هذوما المسالك كما يقول الواحد، هذوما اللي القشاره. احكي لي شويه على الفلاحه. عندي في قليبيا عندي في قليبيا فلاحه وعندي كذا، فهمت ولا؟ ونبيع بالخساره، صدقني نبيع بالخساره. شنو تبيع؟ نبيع مثلا الكرنب، البصل، الجلبانه ب 5200. عندي الحليب بطلته، الحليب ما عادش نبيع. وليت كل بقره تول نشيلها زوز عجول، ما عادش نبيع، نلقى روحي خاسر على طول. عندنا نربح اليد العامله ونربح الدنيا، ما عادش نبيع. بابا كي تدور في المرشي كيفاش ترى الاسعار؟ والله الاسعار كل يوم ويومه، لكن الاسعار غاليه معناها بالنسبه للزوالي والواحد اللي معناها ولا حتى سميق ولا سماق ولا يعني ما ينجمش يشري الحاجات، مستحيل يشري معناها طماطم سيريز هكا 5000 فرنك الكيلو، سي حاجه معناها من وراء العقل. هي الطماطم هذيا ماهيش من الاساسيات. شو من الاساسيات؟ مثلا الفلفل، مثلا الطماطم، مثلا القرع، مثلا هذا الكل معدنوس، كل غالي كل غالي. انا كي يمشي القليبي صدقني ناخذ بشطر الحق، انا هذا الشيء اللي هبلني ودوخني. نمشي القليبي نلقى البطاطا ب 1200، يجي لنا نلقاها ب 2000 ب 2200 في العوينه، كل حد يبيع معناها اوردرس وغالي. وهذا شكون اللي مغلاه؟ هما لي سيركوي، هذوما المسالك كما يقول الواحد، هذوما اللي القشاره. يجيك الخضار يربح، شو اسمه القشار، الخضار اللي يخضر من الثانيه، شكون اللي من بالك في الحكايه؟ الفلاح. ما فما حتى واحد مضروب الا الفلاح. هذه من العام، هذه من العام تقابس. شنو رايك في اسعار اللحوم؟ الحام العلوش والحام البقر. الحام العلوش معناها كاش يشموه شمان هكا، معناها شكون ينجم يشري الحام؟ الحام العلوش ب 34000 الكيلو وب 35، معناها شكون باش يشري الحام العلوش؟ اللي عنده عائله ما يبقاش تعمله كيلو، شو باش يفضل؟ معناها هذه الحام العلوش يعني ولا كيما بكري احنا دون لي زاني 70 كنا معناها نذبحوا علوش نقسموه، وكانت ناكلوا الواحد توا ما فماش. مسيو رمضان قرب، حضرت خبيت شويه فلوس هكا لقضيه رمضان؟ والله ايش نقول لك، في رمضان بطبيعه الحال احنا شو احنا عندنا العوله، نعولوا الطماطم، الفلفل، الهريسه، معناها عوله نعوله، لكن ديما الواحد يخلي شويه على ما يواتي، ويخلي شويه لسيدي رمضان. قدر سيدي رمضان تطلع الكوتا تاع العباد والشيشي، ومش يشري وش باش يعمل وكذا، هذا هو معناها بالنسبه لرمضان. وتولي اللهفه عند العباد، تولي اللهفه هات عاد لي سيركوي، هذوما المسالك تاع الخضار اللي يشري مع عند الفلاح، مش الخضار اللي يبيع بالتفصيل. الخضار يتفاهم هو العباط ويعملوا كله، حط لي ندرى شنو وبيع لي بكذا وما تبيعليش، ويبدا يتحكم في السوق. الناس تتحكم في السوق، الخضار. يجي الخضار تو هذا اللي يبيع بالتفصيل او يربح عشان 200 و500، هذه هدره فارقه. اما اللي يربح هو الخضار اللي يشري مع عند الفلاح، هذاك يذبح الفلاح. أكاو أنا يذبح المواطن. شو يذبح المواطن؟ هذاك بطبيعته هو مذبوح من أصله. أما هذيك يذبح الزوز. سلوي معناه اللي يتحكم في 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 في, في, في الأسعار هذه اللي نشوفوها هنا. هذا هو معناه كيفاش ماشي الأمور. أنا عندنا فلاحة في البيت، لكن أنا خدت فلاحة أنت؟ إي احكي لي شوية على الفلاحة. عندي في قليبي فلاحة وعندي كذا، فهمت ولا؟ ونبيع بالخسارة، صدقني نبيع بالخسارة. شنو تبيع؟ نبيع مثلا الكرنب، البصل،
الجلبانه، الجلبانه ب 5000 و 200. انت كيفاش بقداش تخرجها باش تبيعها؟ شكون انا نبيعها في البلاد الجلبانه ب 1800. هذه تخرجت بها للي باش يشري ويهاول الهبات من بعد توصل الهبات. اي نشري الخضار يشريها من عندي فم في الثاني ويجيبها نجي نلقى 5200. كيفاش وصلت ربك اعلم. شنو اخر معناه ملي تبيع فيه بقداش تبيع وبقداش تلقاه ولا؟ مثلا البصل نبيع ربطه ب 700 نلقاه ب 2000 وب 2000 ونصف مثلا. هذه شكون اللي يخلي هذوما ال 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 الخضاره اللي يشريهم عند الفلاح يشري بالجروب يمشي خضر لك ثانيه خضر لك ثلاثه اربع مراجع سفناريه. بالنسبه للكروم قلت لي تبيع فيه بقداش تخرجوا؟ نبيعوا بالراس في البلاد نبيعوا ب 500 فرنك الراس 500 نبيعوا نلقاه لنا ب 2000 ونص وب 3000 الكيلو بقداش كروم ما نعرفش على والدي قداش يعني فهمت كيفاش معناها معناها ما فماش رقابه ما فماش ما فماش ما فماش ما فماش. يعني هون المشكل مش من الفلاح اللي يبيع باسعار مرتفعه. مستحيل الفلاح يودي الفلاح يبيع باسعار كبوت نتاع الالمان كان الفلاح ما فماش ما ماكل كبوت كان الفلاح. شنو اخر تبيع بخلف الجلبينه والكرنب قلت لي والبصل؟ عندي الحليب بطلته الحليب ما عادش نبيع ما عادش نبيع وليت كل بقره تول نشيلها زوز عجول ما عادش نبيع نلقى نروح خاسر على طول عندنا نربح نربح اليد العامله ونربح الدنيا ما عادش نبيع صدقني ما عادش نبيع. شنو الاسباب؟ شنو الاسباب؟ الاسباب اليد العامله غالي السوم ما يساعدش ما يساعدش بالنسبه للعلفه كنت ناخذ فيها ب 36 و 71000 71 شو تربح شو باش توكل وهذه كان ما جيتش نشري القرط ونشري من الصيف رديت بالك. بيب قداش تخرجوا الحليب من عندك وتبيعوا؟ والله انا ما بعتوش تو ما نكذبش عليك انا عندي يمكن ثلاث اربع سنين ما عادش نبيعوا ما عادش نبيعوا ما عادش نبيعوا ما عادش ساعد صراحه معناها بالله ما عادش ساعدني وما عادش لا خاصه من اليد العامله والمرض نتاع الخدامه والدنيا الكل ما عادش ساعد. شنو اخر تبيع بخلف الحليب والقهوه؟ احكي لنا شويه على الفلاحه ما عندهم الدوله ماهيش قادره تدعم فيهم. شوف احنا خاطر توا انا نحكي لك على جهه قريبه ما نحكيلكش على جهه بعيده. واحد احنا ما عندناش فلاح كبيره انا تقول انت معناه واحد عنده قطار نخر نص قطار الاخر ما عندناش تلقاه يعيش منه. احنا يزرع المعدنوس يزرع الطماطم يزرع الفلفل يزرع السفناريا يزرع اللفت معناه ما عندناش حاجات كبيره كيما في باجا ولا كذا عندنا فلاح ما عندناش فهمت شنو معناه الدعم شكون باش يدعم احنا في ولايه نابل ما يدعموناش لا يدعمنا لا الدوله ولا دعمنا حتى شيء. بمسيو حسب رايك الفلفل والطماطم بقداش يخرج من الثانيه؟ ما نعرفش والله لا نعرف انا ما نزروش ما نعرفش ما نكذبش عليك ما نعرفش حاجات اللي نعرفهم اللي هو معناها هذوما اللي نزروهم احنا اما الباقي الاخر ما نعرفهمش.